السلام عليكم. ايوه جاي ومعاك واحد شاي وسمعنا وغني وسمعنا كمان عناي وطاوله هنا وكرسيين للبيه وصاحبه اللي جاي. يا ترى هتدفع يا خميس ولا عنوته؟ بلاش ملوعه، انا تعبان وطافح الكوته. وعندك كوكتيل بالموز لرمزي صاحب دوله اللي عارف وهرش الفوله. وهنا 2 حلبة حصل الافندي وعم علوه حسابه عندي، لاني طالب منه يدخلني القايمه. عاوز عروسة حلوة وصاحية مش نايمة، عاوزها تتعلم بسرعة الشغل على النصبة وتسندني لو يوم جالي الحصبة أو وقعت اتكسرت رجلي من على الفسبة. مش هظلمها وهديها من الإيراد نسبة، وهتلاقي حلوة ومرضية آخر النهار الحسبة. أهم حاجة تعرف وتوافق بمهنتي، ومش أول ما نتجوز تبدأ في محاسبتي. ويا حبذا لو تكون بنت حتتي، هدلعها وأخليها قطتي، وهي الوحيدة اللي تكون بطتي. أنا خلصت طلباتي وأشوف سكتي، ودلوقتي أسيبكم وأروح أعد فكتي. ربنا ما يحرمكم من حركاتي وتكتي.